السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We were learning about the Arabic vowels. Today we are learning about the Arabic vowel كسرة. كسرة is always under the letter and it sounds E. For example, جيم كسرة جي، نون كسرة ني، لام كسرة لي. Now let's practice this with the help of examples. ألف كسرة إي. You can repeat after me. ألف كسرة إي. ألف كسرة إي. باء كسرة بي. تاء كسرة تي. ثاء كسرة ثي. جيم كسرة جي. حاء كسرة حي. خاء كسرة خي. دال كسرة دي. ذال كسرة ذي. را كسرة ري. زا كسرة زي. سين كسرة سي. شين كسرة شي. صاد كسرة صي. ضاد كسرة ضي. طا كسرة طي. ظا كسرة ظي. عين كسرة عي. غين كسرة غي. فا كسرة في. قاف كسرة قي. كاف كسرة كي. لام كسرة لي. ميم كسرة مي. نون كسرة ني. واو كسرة وي. ها كسرة هي. همزة كسرة إي. يا كسرة يي.